تصنع الإطارات العملاقة بغية نقل الحمولات الثقيلة في ظل ظروف صعبة وعلى الطرقات الوعرة. لصنع الإطارات العملاقة يلقم الخلاط القوي بالمطاط. يضاف الكبريت ومواد مضادة للأكسدة لتعزيز متانة المطاط، إضافة إلى أجزاء من الإطارات المعادة التدوير. في الجزء العلوي من الخلاط يضاف الكربون الأسود بكميات موزونة، وهو من مشتقات النفط. تولد عملية المزج الحرارة التي تلين المطاط وتعطيه شكل العجينة. بعد ذلك تسقط العجينة المطاطية بين البكرات التي تعصرها وتحولها إلى ألواح مسطحة. يقطع العمال الشرائح المطاطية ويرمونها إلى داخل الآلة عدة مرات، وبذلك يعجن المطاط للحصول على القوام المتماسك المطلوب. بعد الانتهاء من معالجة المطاط يوضع على ناقل. تتدحرج عجلة فوق المطاط لدمغ التاريخ ورقم التعريف. يغرق المطاط في خزان مملوء بالماء الرغوي. بعد خروج المطاط من المياه يسقط على مشاجب تحركه داخل آلة التجفيف. تبقى رواسب صابونية تحول دون التصاق الطبقات بعضها ببعض حتى حين دور المعالجة التالية. يدون العامل رقم بطاقة التعريف على عينة من المطاط، ثم يعلق الرقم عينه على دورة الإنتاج، ما يدل على أنها ستخضع للاختبار. تثنى عينة الاختبار داخل علبة صغيرة وترسل إلى المختبر. بمجرد التأكد من امتلاك المطاط للخصائص الصحيحة، يصبح جاهزاً للاستخدام. في المحطة التالية تسوى الحبال الفولاذية داخل آلة. يتألف كل حبل من عدد كبير من الخيوط، كل خيط مطلي بالنحاس الأصفر. ستستخدم هذه الحبال الفولاذية لتقوية المطاط المعالج. تدخل الحبال في آلة تسمى آلة البثق. هي تشحذ وتسخن المطاط المعالج، وبعد ذلك تدفع حول الحبال لتغليفها. بذلك نحصل على ما يعرف بالمطاط المطوق بالفولاذ. تقطع الخيطان المطوقة بالفولاذ ثم تلحم معا. يظهر بنتيجة هذه العملية الحبل الفولاذي على الأطراف، لتقوم البكرات الساخنة بتغليفها بالمطاط. سيعزز المطاط المطوق بالفولاذ قدرة المطاط على مقاومة الثقوب، غير أن البنية الأساسية للمطاط تصنع من حبل النايلون المغطى بالمطاط، لذا تقطع رقائق المطاط النايلوني بطول محدد. يكدس العمال عددا من هذه الشرائح لتشكيل حلقة فتلتصق الأجزاء، لأن المطاط غير المعالج دبق بطبيعته. تحرك آلة الحلقة حتى تبلغ الحجم المطلوب. يمد العمال مزيدا من ثنايا المطاط النايلوني بأسلوب متقاطع لتعزيز قوته. تضيف الآلة التي تساعد في تحديد حجم الحلقة طبقة رقيقة من المطاط العادي بين كل طبقة متقاطعة. تزداد سماكة الحلقة المطاطية. تدعى الحلقة المنجزة الشريط، وهو الهيكل العظمي للدولاب العملاق. يحمل الشريط على عربة وينقل إلى المحطة التالية. ابقوا معنا لمشاهدة كيفية تشكيل الشريط المطاطي ونفخه لتحويله إلى إطار عملاق. عندما يتعلق الأمر بالإطارات، تستغرق صناعة الحجم العملاق وقتاً طويلاً. يستغرق صنع إطار عملاق نحو 24 ساعة أو أكثر. ذلك أن المطاط يحتاج إلى الكثير من المعالجات. الأمر هنا لا يتعلق بغزارة الإنتاج، بل بضخامة المنتج.
تمسك هذه الآلة على مد الشريط المططي الكبير لجعله مرنا. تتسع محاور الآلة وبكراتها العديدة وتدور لتنقل الشريط إلى برميل دوار. ثم تضخ الآلة الهواء حول البكرات الناتئة لتسهيل النقل، بينما يدور البرميل على سرعة ثابتة للمساعدة في العملية. حالما ينتهي نقل المطاط، تتراجع البكرات ويخرج الهواء. هذا سيؤدي إلى تقلص المطاط على البرميل واتخاذ شكله. يثني العمال الأجزاء المتداخلة في وسط البرميل. أصبح الشريط المطاطي يملك الشاية الأساسية للإطار. تتولى آلة ثانية تغليف العديد من الأسلاك الفولاذية بالمطاط لتنتج خيوطاً من الفولاذ المعالج بالمطاط. تستخدم هذه الخيوط لصناعة شفة الإطار، أي الجزء الذي سيستقر على حافة الإطار. يلف العمال الفولاذ المعالج بالمطاط حول العجلة المعدنية نحو 20 مرة لتشكيل الشفة. يرفعون الشفة ويفحصونها. بعد ذلك يضعون طبقة سميكة من المطاط فوقها، وبذلك سيصل عطاء الإطار الشكل الدائري. يدفع العمال الشفة باتجاه طرف قالب الإطار المطاطي مستخدمين عجلة خاصة. تلتصق الشفة، لكن لابد من تثبيتها بصلابة أكثر. تضغط الأسطوانة الدوارة الشفة بقوة على قالب الإطار المطاطي. بعد ذلك يثني عامل الجمع مجدداً المطاط الزائد من الإطار ويلف حول الشفة مستعيناً بقوة جسدية لازمة. يضع العمال شفتين أو ثلاثاً على جهتي الإطار. بعد ذلك تتولى آلة متعددة البكرات العمل عن العامل، وتثني المطاط الزائد لتثبيت الشفاه الخارجية في مكانها. لاحقاً يدور الإطار بينما يلتف المطاط المطوق بالفولاذ حوله، وتتبعه خيوط متواصلة من المطاط العادي. ينشئ هذا الخيط ما يخدم التعرجات على سطح الإطار. يلف عامل الجمع قطعة سميكة من المطاط العادي حول الحافة الخارجية، إنها جدار الإطار. تضغط الأسطوانة الدوارة على جدار الإطار. أصبح الإطار جاهزاً للمضي قدماً. هنا ينفخ الكيس الغشائي ثم يفرغ من الهواء، بينما يرشه العامل بطبقة غير لاصقة. سيؤدي هذا الكيس الغشائي دور الجزء الداخلي للقالب. يرفع الإطار فوق الكيس الغشائي المفرغ من الهواء، ثم يضخ العمال البخار داخل الإطار لتوسيعه. يغلق قالب معدني يحتوي على تصميم التعرجات حول الإطار المنتفخ. يطبخ الإطار داخل هذا القالب ل18 ساعة. يخرج الإطار العملاق من القالب مع التعرجات مدموغاً باسم العلامة التجارية وأرقام التعريف. بعد تبريد الإطار، يفحص فريق المفتشين الإطار العملاق من الداخل والخارج. بمجرد حصوله على الموافقة، يصبح جاهزاً للدوران. بفضل كل هذه التعرجات العميقة، نضمن لكم أن يترك كل إطار عملاق انطباعاً جيداً في موقع العمل.